بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وينبغي على طالب العلم في أول طلبه أن يمزج العلم بالتعبد ولا يقتصر على العلم. لماذا؟ لأنه ليس ثم عمر طويل لا يضمن أن يمتد به العمر، فمن ثم يخشى أن يموت وهو في السبب قبل وصوله للمقصود. ولكن هل تصبح المسائل سياسية مثلا مكيافيلية؟ مواقفنا مواقف مبدئية، مواقف عقائدية. منذ اليوم الأول كنا نحذر من عقائد الشيعة، وحتى لو قبلنا الإعمار وغير الإعمار كن حذرا، بمعنى لا تفتح صدرك لعقائد شيعية. الأمة تدفع أقساط النصر إذا قدر الله عز وجل أن التمكين يكون بعد أن تبذل الأمة 100. رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب وتجلس كالدب الخرساء، بطنك يملأ المكتب تبيد تقدس الأرقام والدولار فوق ملفها تنكب. رأيك الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب. إذا لم يحيي فيك الثأر ما نلقى فلا تتعب، فلست لنا ولا منا ولست لعا تنسب. إذا لم يحيي فيك الثأر ما نلقى فلا تتعب، فلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبا. فأشأرنب ومتأرنب. فكان لزاما أن نتعلم كيف نتفاعل ونتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتأتى بحفظ القرآن بعيدا عن المعنى، ولكن ينبغي أن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، قد نتعرف على الحكم الشرعي، هذه السنة واجبة أم هي مستحبة، ولكنها على أي الأحوال سنة لا نفرط فيها ولا نستهين بها، ولكنها على أي الأحوال سنة لا نفرط فيها ولا نستهين بها ولا نقلل من شأنها ولا نعود الناس على تركها. نقول للناس إن عملنا بها أجرنا وإن تركناها لا نأثم. هذه تربية علم الناس على معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. كان عنوان هذا الحرف المبارك هو الوفاء لفضيلة الشيخ وجمع كبير من الحضور. أملك إلا أن أكون امتدادا لهذا الجمع الذين عبروا عن وفائهم، مع فرق يسير أنهم عبروا عن وفائهم لأخيهم في الله ورفيق ضربهم في الدعوة لله. وأنا أعبر عن الوفاء لأحد مشايخي. فربنا تبارك وتعالى قد وضع النظام الذي يجعل الحياة تستقيم بين الرجل والمرأة. إن الرجل والمرأة طباع مختلفة، وكذلك لا يجتمعان على رأي واحد إلا إذا كان ذلك الرأي موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما يعالج ربنا تبارك وتعالى هذه المشكلات التي قد تحدث بين الرجل والمرأة، لم يعالج ربنا تبارك وتعالى المشكلة حينما توجد، ولكن عالج ربنا تبارك وتعالى بداية حدوث المشكلات الزوجية بين الرجل وبين المرأة. يعني مثل هذا المنهج لا يتآكل بحمد الله. صبر الإسكندرية ده صبر مبارك من الصبور العظيمة. الناس كانت بتهاجر من دول الإسلام وتيجي ترابط هنا في إسكندرية. إسكندرية مدينة السنة طول عمرها، حتى في زمن الدولة الرافضية، للناس اللي قرأت تاريخ دولة الرافضية الفاطمية هنا في مصر، 400 سنة إسكندرية على السنة. إسكندرية هي اللي وقفت مع صلاح الدين الأيوبي لما شكري لله سبحانه وتعالى وشكري لمشايخي وأساتذتي
وإخواني في الله، خاصة يعني من تكلم ومن لم يتكلم، يعني خلفنا إخوة من إخوة يعني إخواني الأفاضل، الشيخ عطية عبد السلام حفظه الله، والشيخ حسن حفظه الله، بعض الإخوة يعني جالسين في وسطكم أيضا من المشايخ الكبار، لكن لم يتحدثوا لأن الفرح يعني طال. أنا بشكر من تحدث ومن لم يتحدث، وأن الغرض هو يعني المشاركة، وهم قد جاءوا بأبدانهم، وأنا يعني أشكرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خيرا على هذا المسلك الطيب وعلى تحقيق الإخوة في الله سبحانه وتعالى. بسم الله نبتدي وبه نهتدي، اللهم إنا نبرأ من الحول والقوة إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرغبة إلا فيك، ومن الخشية إلا منك. نبارك لعروسي الليلة بأعظم تهنئة عرفتها البشرية وخالقت شراق الإنسانية بالدعوة النبوية الرسولية التي خرجت من أطهر قلب لتحيا عبر الأجيال. بارك الله لعروسي الليلة وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير. أعظ المشكور المأجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس.
الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين وأبادر فأهنئ العروسين وأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وشرفنا بالإيمان وتوجنا بتاج الهدى والعرفان فله الحمد بالإيمان وله الحمد بالإسلام وله الحمد بالمعافاة في الأهل والمال والولد من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل ما سألناه أعطانا فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا وله الشكر كثيرا كما يتفضل كثيرا ولا يحصي أحد ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فسبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها السماوات ومن أجلها خلقت جميع المخلوقات ومن أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقام سوق الجنة والنار وانقسمت الخلائق إلى مؤمنين وكفار ومن أجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على العباد ومن ختم له في حياته بها دخل الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله ومصطفاه ومجتباه وأمينه على وحيه بعثه على حين فترة من الرسل ودروس وانقطاع من السبل
فهدى به وشفى من كانوا في الضلالة على شفا. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن. فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. نصر الحق فكثر عديده وخذل الباطل فأبلى جديده. وتمم مكارم الأخلاق بأفعاله الحميدة وآدابه الرشيدة فكان لبنة التمام وروي القصيدة. ويوم القيامة تبدو شمس رتبته كأنه فوق هام الدهر إكليل. صلى الله عليه وسلم وبارك ما نجم بدا وما مسافر حدا وما طائر شدا. وعلى آله وأصحابه بدور الدجى وليوث الردى الذين صحبوا الدنيا بأبدان أرواحهم معلقة بالمحل الأعلى. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. أمن رأى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. إذا تفاخر بالأهرام مفتخر فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا صاغها القرآن مبعثها وحي من الله لا طين ولا حجر. وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعمن نحى نحوهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام الفضلاء، فبشراكم جميعا بشراكم بهذه الأفراح، بشراكم بهذه الأمسيات، بشراكم بهذه الاحتفالات في ليلة مزج السرور مساءها بصباحها وصباحها بمسائها. زهراء يعبث عقدها بوشاحها، قلبتم فيها ظلمة الليل إلى نهار وداجيره إلى أنوار. صبحته عند المساء فقال ما تقول وظن هذا مزاح. فقلت إشراق وجهك غرني حتى ظننت أن المساء صباح. وإنما كانت مليئة بالأنوار لأن احتفالاتنا ليست كاحتفالات غيرنا، ولأن أمسياتنا ليست كأمسيات غيرنا. سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. يقول الزمخشري رحمه الله تعالى: سهري لتنقيح العلوم ألذ من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. نعم أيها الإخوة الكرام الفضلاء، فهذه هي الأفراح بحق، وهذه هي الاحتفالات بحق. نأنس فيها بجملة من ألوان الطاعات وبجملة من المعاني الإيمانية التي لا أقول تندر في غيرها من احتفالات وفي غيرها من اجتماعات، بل لم تكن موجودة أصلا في هذه الاحتفالات والاجتماعات. فجملتنا مرفوعة مبتدأها وخبرها، ومن ينضوي تحت لوائها ومن يضاف إلى أبنائها فهو يرفع برفعتها كذلك. فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الجملة من المعاني الإيمانية فهي اجتماع هذه القلوب ومشاركة هذه النفوس في سرور واحد من إخواننا في الله تعالى وشيخ من شيوخنا الأفاضل طالما أثرى هذه المدينة المباركة بخطبه ودروسه فكانت له يد علينا جميعا. فجئنا نكافئ هذه اليد ولن يكافئها إلا الله تبارك وتعالى، ونحسبه كذلك والله حسيبه. وجئنا نشارك أخا لنا في الله فرحه وندخل السرور على قلبه كذلك، وهو عروس الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم. وهكذا تكون هذه الجملة في مبتدئها مرفوعة الهام مرفوعة الرأس بهذه العبارات الرقراقة التي عبر الله تبارك وتعالى عنها بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
وهي عبقرية هذه الشريعة، وهي عالمية هذه الشريعة التي جمعت هذه الأواصر المتفرقة، والتي جمعت هذه الأرحام المتباينة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إن كيد مطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يفترق ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. بشراكم بشراكم بهذه الاحتفالات والأمسيات، وكذا بشراكم بهؤلاء الدعاة الذين يشنفون آذانكم ويمتعون آذانكم، فيجمعون لكم من جزالة اللفظ وجميل العبارة، وأن تكون لكم أطايب الكلام، لتخرجوا بعد هذا بوجبة تدفعكم للأمام، وتجهز القلوب وتجهز الهمم إلى أن تقدموا شيئا في هذه الأيام. ومع باكورة تهنئاتنا في هذه الاحتفالية مع الشيخ أنور السعدني، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام الفضلاء، نرحب بكم ونقول أهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونبارك لشيخنا المبجل الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد، نقول له فرحك فرحنا، وسرورك سرورنا، وسعادتك سعادتنا، فنحن نعيش معك بقلوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. وبعد، أيها الأحبة، ربنا تبارك وتعالى قد شرع الزواج. الرجل من المرأة تحتاجه، والمرأة من الرجل أيضا يحتاجها، فشرع ربنا تبارك وتعالى زواجا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أيها الأحبة، وضع الله عز وجل نظاما للمعاشرة بين الرجل والمرأة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما نقل أمهات المؤمنين كيفية التعامل بين الرجل والمرأة حتى تستقيم الحياة، وتشعر المرأة التي انتقلت من بيت أهلها وبيت ذويها إلى رجل غريب لا تعرف طباعه ولا تعرف عقله ولا فهمه، وكذلك الرجل اقترن بامرأة أيضا غريبة عنه لا يعرف طباعها ولا نفسيتها، إنما أصبح نموذجا مجتمعا في مكان واحد، وضع الله عز وجل لذلك المكان نظاما شرعيا يتعامل فيه الرجل مع المرأة حتى لا تخرج المشكلات مع اختلاف الطباع بين جدران ذلك البيت. فربنا تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكن إنما يكون عند المرأة، وكذلك المرأة لا تشعر بالطمأنينة ولا بالراحة ولا بالسكن إلا عند الرجل. لذلك وضع الله عز وجل لهذه المرأة حجابا في البيت يسمى حجاب الجدر، فلا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. وكذلك أمر الله عز وجل الزوجة ألا يخرج المرأة من بيتها إلا في حالة واحدة، قال: ولا تخرجهن من بيوتهن، فما ذكرت المرأة إلا وذكر معها البيت. فالمرأة إنما قرارها في بيت الزوجية، فهل هذا القرار هو أسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسيء الرجل فيه معاملة المرأة ويظلمها دون أن يكون هناك رادع؟ فربنا تبارك وتعالى قد وضع النظام الذي يجعل الحياة تستقيم بين الرجل والمرأة. إن الرجل والمرأة طباع مختلفة، وكذلك لا يجتمعان على رأي واحد إلا إذا كان ذلك الرأي موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما يعالج ربنا تبارك وتعالى هذه المشكلات التي قد تحدث بين الرجل والمرأة، لم يعالج ربنا تبارك وتعالى المشكلة حينما توجد،
ولكن عالج ربنا تبارك وتعالى بداية حدوث المشكلات الزوجية بين الرجل وبين المرأة. فالمرأة جملة من العواطف، إنما تستعمل في الغالب الأعم عواطفها وأحاسيسها، لا تستعمل عقلها في غالب الأمور. والرجل إنما فضل عليها بكمال عقله، لذلك قال الله عز وجل للرجل حينما يكون قد تملك امرأة، يقول واللاتي تخافون نشوزهن. فمجرد الخوف، لا مجرد النشوز، مجرد الخوف وضع الله عز وجل لذلك نظاما يعالج فيه الرجل هذا النشوز الذي قد يحدث. فقال واللاتي تخافون نشوزهن، أمر الله عز وجل بوعظ النساء، الوعظ الجميل الذي يبين فيه الرجل حقائق الأمور وأسباب استدامة العشرة، وأن المرأة يجب أن تسلم للزوج في طاعة الله عز وجل، لا تكون هذه المرأة ناشزة. فبالوعظ يستحوذ الإنسان على عقل المرأة بعد أن يبين لها حقائق الأمور من خلال الكتاب والسنة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن لم يأتي الوعظ بأمر إنما جاء بعده الهجر، لأن إيلام المرأة نفسيا وعاطفيا يؤثر فيها أكثر من إيلامها بدنيا. فقدم ربنا تبارك وتعالى الوعظ، ثم تلا بذلك، ثنى بذلك بالهجر، ثم ثلث ربنا تبارك وتعالى بالضرب غير المبرح. فهذه ثلاث خطوات، أو هذه ثلاث مراحل يتبع فيها الرجل سبل تقويم المرأة وتطبيع المرأة وفق طباعه بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالوعظ، لذلك قال بعض عظ امرأتك سنة، أي لطول الوعظ أن يظل يعظها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر على المرأة مع الوعظ والدلالة والإرشاد أمر مطلوب، وطول زمن الوعظ، لأن المرأة قد تنصح وقد تنسى، قد تنصح وتذكر وقد تنسى، وهكذا كل امرئ قد ينسى من الأحكام ومن الأوامر ومن تعظيم الشعائر من الحلال والحرام، ما قد ينسى من الأمور، فحينما يذكر بالله تبارك وتعالى يتذكر. فقال واللاتي تخافون نشوزهن، فمجرد الخوف حينما يأمر الرجل المرأة بأمر من الأمور، فإذا ما وجد منها التلكؤ في استقبال الأمر الذي هو يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كرجل يأمر امرأته بأن تصلي في أول الوقت، بتطبخ، بتغسل، بتنظف البيت، تأخر الصلاة إلى أن يأتي آخر الوقت حتى تأتي إلى الصلاة تنقرها نق، فحينما يبين لها الزوج أن الصلاة لوقتها هي من خير الأعمال وأفضل الأعمال وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تنتسل للأمر ثم تنسى مرة أخرى، فيعاود النصح ثم تنسى، وهكذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالوعظ يجب أن يستمر، ثم بعد ذلك إن رأى من المرأة نشوزا وعنادا، ورأى من المرأة إصرارا على ما هي فيه دون عذر واضح باد، لجأ إلى الهجر. وربنا تبارك وتعالى أمر بهجر المرأة في المضجع، لا يهجرها الرجل في خارج البيت ولا يهجرها في غير المضجع، لأن وجود الرجل جنب المرأة في مضجعها ثم هجرها هذا يسبب لها إيلاما معنويا، مما يجعلها أن تراجع نفسها فتعود الكرة إلى الامتثال لطاعة الله عز وجل وطاعة الزوج في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن علم من المرأة إصرارا وعنادا على ذلك لجأ إلى الضرب، والضرب له صفة، إما أن يضرب بسواك أو يرفع يده مخوفا لها، فإذا ما فرت من أمامه لا يتبعها مثلا، بل إذا ما أراد أن يضرب وينزل بيده، ينزل بيده مثلا على الهواء أو ينزل بيده على مثلا وهكذا، لا يضرب الضرب الذي يقصد به الإيلام، فلا يضرب لها وجها ولا يكسر لها عظما ولا يعني يفقع لها عينا. فكثير من الإخوة يعني بيبقى عنده فروسية وبطولة مع النساء في الضرب في الوجه والضرب بالبكوس، وكأنه بيلعب يعني إنسان مصارع أو ملاكمة، هذه موجودة عندنا، ويأتي تأتي الشكوى كثيرا على ألسنة النساء من ضرب الرجال لهن، وهذه ليست من يعني المروءة أن الرجل يضرب المرأة هذا الضرب. فالمرأة حينما تضرب بسواك مثلا، أو تضرب مثلا بالغطرة، أو تضرب مثلا بأي شيء، إن ذلك يحدث لها ألما معنويا،
ألما معنويا، مما جعلها أيضا أن تراجع نفسها. أما الضرب على النحو المعروف لدى كثير من الناس الآن بأن رجل يضرب المرأة، هذا الضرب المبرح الذي يسبب لها كسر العظم أو فقر إلى العين أو غير ذلك، فهذا أمر لا يقره الشرع، بل قد يكون على أثره طلاق للضرر. هذا من ناحية الرجل. أما من ناحية المرأة، ربنا تبارك وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. المرأة لا تملك أن تعرض عن الرجل، فإذا طلبها إلى فراشه عليها أن تلب. أما الرجل قد يعرض عن المرأة، قد يعرض عن المرأة أيضا إيلاما لها وتقويما لها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، مش وجد النشوز على أرض الواقع أو الإعراض على أرض الواقع، لا، ده مجرد الخوف. حينما تشم المرأة من الرجل بعض الإعراض أو بعض النشوز في تلبية طلباتها، الرجل دخل البيت متعود يقول السلام عليكم، دخل ما قالش السلام أو قال السلام بصوت واطي لم يسمعها، تعلم أن هناك بداية نشوز وبداية إعراض، عليها أن تبادر إلى معرفة السبب، لعلها تكون قد أخطأت دون أن تدري أو أساءت دون أن تعلم، فحينئذ تبحث عن السبب، تحاول أن تطيب خاطره على قدر المستطاع. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، لذلك وجب على المرأة أن تبحث عن أسباب ذلك النشوز وذلك الإعراض، وتحاول على قدر الإمكان أن ترضي زوجها وتستجلب رضاه، لأن رضاه يستجلب رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا حينما يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فهذا الإعراض قد يكون من الزوج بسبب أساءة قدمتها المرأة أو أوجدتها فأصابت هذا الزوج بشيء في صدره. كذلك الأسرتين حينما يرون أن هناك بعض النشوز قد يحدث، فعلى الأهل المرأة أن يبحثوا عن ذلك في توجيه البنت إلى كيفية معاملة الزوجة لزوجها. وكذلك أهل الرجل إذا رأوا منه بعض النشوز في الزيارات أو العزومات أو غير ذلك، يعني رأينا ريحة إعراض أو نشوز، فعلى أهل الزوج كذلك أن يعني يلفت نظره إلى حسن معاملة المرأة، وذلك من شيم الرجال. لذلك أيها الأحبة، هذه النظم الإسلامية وهذا الدستور الشرعي الذي رسمه رب ربنا تبارك وتعالى ورسم خطاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي من أعظم أسباب استقامة العشرة بين الرجل والمرأة وتحرير وتحقيق السكن والمودة التي ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في بيوت المسلمين التي افتقدتها كثير من البيوت الآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأختم كلامي أيضا بالمباركة للعروسين، نقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فأين سنسمع هذه الأحاديث؟ وإذا كانت أفراحنا ليست كأفراحهم، وأمسياتنا ليست كأمسياتهم، واحتفالاتنا ليست كاحتفالاتهم، فكذا بيوتنا ليست كبيوت غيرنا. بيوت المسلمين منارات أخرجت رجالا وجهابذة وعلماء ومجددين ومجاهدين، أخرجت هؤلاء الباحثين عن الحقائق والمنقبين عنها في كل الدنيا، أخرجت هؤلاء الذين تربوا على الكتاب والسنة، فنشروا العلم ونشروا الأخلاق ونشروا الفضيلة، مستندين إلى الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم البيوت كان بيته، وأعظم الأماكن كان مكانه، وأعظم المعاملات كانت معاملاته صلى الله عليه وسلم لزوجاته. وافتحوا هذا الدستور الضخم الفخم من تراثه وأحاديثه الصحاح لتعرفكم كيف تعاملون، لا تعاملون إخوانكم فحسب، بل كيف تعاملون أمهاتكم، وكيف تعاملون زوجاتكم، وكيف تعاملون الدنيا بأسرها مؤمنها وكافرها.
هذا لن يوجد في فلسفات الغرب ولا في نظم الكافرين. هذه البلاد الإسلامية هي التي أخرجت من هذه البيوت هؤلاء الرجال الذين تأسوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من بلاد أشرق الحق، ليس من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله، وبها أرسل الله خير نبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. كلما أشرق في قلبي نوره هتف القلب بأمي وأبي. قل لمن باء بالخذلان ألا ترعوي صيحتنا إلا النبي إلا النبي. مع شيخ جليل مفضال تكرم علينا بالحضور من أقاصي البلاد ليشارك إخوانه في الله تعالى فرحهم، ونحن نفرح به ونسر عندما يغشانا، مع العالم الرباني، مع الشيخ السيد العفاني، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، وشجر التفاح لا يثمر إلا حلوى، والأحمق هو الذي يقول لشجر التفاح أثمر الحنظل. هذا العرس الطيب لبنتي لابنتي وابنة أخي الحبيب ابن عمي ولد عمي زي يقول سيدنا الشيخ محمود عبد الحميد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي زوجها. وكلامي عن في هذا العرس عن عرس آخر، وهو عرس من أعراس الآخرة، عرس قال عنه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وتقبله في عداد الشهداء: إن الشهادة هي عرسنا المنتظر، وعندما يأتي هذا العرس يكون عيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن عدي كرب الكندي الذي صححه الشيخ الألباني، قال: إن للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. يبقى يزوج 72 زوجة من الحور العين. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين الله أغلى عنده من حياته، ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين الله عز وجل. إن الناس يعيشون ويموتون، ولكن الشهداء يعيشون ويعيشون. إن الناس يعيشون ليموتوا، ولكن الشهداء يموتون ليعيشوا. إنهم
الذين يحسنون طريقة الموت وطريقة الزواج، الواحد منهم آنس بالموت وبالجنة من الطفل بثدي أمه، من الطفل بثدي أمه. كلام عرس الشهادة ده تردد على الشيخ ياسين على لسانه قبل أن يموت بعد أن نوى الصيام، تسحر على جرعة من الماء ثم صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج ليلقى عرسه في 2 فبراير، في 10 فبراير عام 1991. وقف الدكتور نزار عبد القادر ريان العسقلاني في عام 2001 10/2/2001 يقدم العرس الأول لابنه إبراهيم. ابن إبراهيم كان سنه 17 سنة وكان طالب في الثانوية العامة، بمدرسة في مخيم جبالية، ثم خرج لينفذ عملية وكان أصغر استشهادي على الأرض في قطاع غزة. وأمه هي أم بلال بنت الشيخ عبد الرحمن، أبوها قعد في السجن 11 سنة وكانت تدعو الله عز وجل أن يخرج من أبنائها الشهداء، وقدمت أول ابن من أبنائها إبراهيم بعد أن قتل 2 من اليهود وجرح أكثر من 7. قبل موته فاوضه جنرالات الصهاينة على أن يسلم نفسه فأبى، ثم قدم نفسه لله عز وجل. ووقف ابنه، وقف والده الدكتور نزار سنة 2001 وقال إن هذا اليوم عرس ابني. بعد ما قتلوه جابوه البيت وأمه راحت تزوره في المقابر بعد دفنه، فرأت في المنام قبل دفنه أن ابنها أتى إليها في حلة خضراء وبوجه النضر، ثم قال لها: يا أمي إنهم أرادوا أن يفاوضوني جنرالات صهيون ولم أقبل ذلك. ثم بعد ذلك أكدت المصادر الصهيونية اليهودية ما جاء فيه في هذا المنام الطيب. ثم يأتي هذا العالم الجليل ويقدم نفسه وزوجاته 4 وبنيه 9. وما سمعنا أن عالما من علماء الحديث، وهو أكبر عالم من علماء الحديث في الضفة في مدينة غزة في مخيم جبالية، يموت وزوجاته 4 وبنيه 10 بإبراهيم، وهو وكان رسالة الماجستير بتاعته عن الأحاديث في فضل الشهادة والشهداء، وكانت رسالة الدكتوراه في المستقبل للإسلام. ما سمعنا أن عالما يخط مستقبل الإسلام بدمه إلا هذا العالم المبارك. أنزار يا شيخ الجهاد ورمزه، كانت منابرك الأعز خطابا، ما كان فقدك فقد شيخ واحد، بل كان سهما في الصميم أصابا، الله يجبر بعدك المحراب والمسجد المحزون بابا بابا، والليل يصغي للتلاوة خاشعا، أمسى بفخذك يفقد الأحباب والكتب والأقلام واهنة الخطى ومجالس التعليم والطلاب. أنزار طب نفسا بأطيب ضجعة، في الله إن لقاءه قد طاب، يا حبذا في الله ميتة صادق حاكت خبيبا فيه أو خبابا. في مسجد الخلفاء الراشدين قام الشيخ نزار يصلي صلاة التراويح بهم منذ أعوام، فصلى 20 جزء في ليلة واحدة وصلت روح طيبة في المسجد، فقال: من يعاهد الله على قيام الليل طيلة السنة القادمة إن مد الله في أعمارنا؟ من يوافق على هذا يرفع يده. فرفع أهل المسجد جميعا أيديهم، ثم بعد مرور العام قال: من وفى لله بعهده فلم يرفع يده إلا
الشيخ صهيب يعني يبقى أخو مرات وأخوه أم بلال، وكان هو أول شهيد في مخيم جباليا في أول عملية بعد ذلك. أم بلال هذه التي قدمت ولدها في سبيل الله عز وجل زوجة الشيخ نزار هي أول واحدة انتقبت في السبعينيات في قطاع غزة. ويكفي في فضل الشيخ نزار أن في ميزان حسنات الصلاح شحادة مؤسس الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام تاب على يد الشيخ نزار وانضم إلى ركب المجاهدين. تقول ماجدة قنيطة زوجة الشيخ صلاح شحادة كانوا يسمونه الحوت أو القنبلة الموقوتة، يعني رؤساء الشباك والمساد كانوا يقولون عنه هذا. قالت له زوجته عندما تقدم للزواج منها يعني عاهدني أمام الله عز وجل إن نلت الشهادة أن أكون عروسك في الجنة، فعاد على ذلك ولم تكمل معه إلا شهرين فقط. تقول عنه وكأنه كان صحابيا في القرن العشرين. هذا الرجل الذي كان يقول إن هناك أناسا سبقوني إلى الجنة من خيرة شباب الحركة الإسلامية، كنت أقبل رجل الواحد منهم وأستحلفه بالله أن يسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه، ثم لقي الله تبارك وتعالى شهيدا. هذا العرس الكريم عرس الآخرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نجده في ديار المسلمين قاطبة. وحتى لا أطيل لأفسح المكان لمنهم أفضل مني أن أنشط قصيدة بعد أن يتكلم كل مشايخنا. تفضل على طول، تفضل على طول. طيب طالما ان احنا اتكلمنا عن العرس عرس الاخره فنقول ايه هذه القصيده. اولا لاسلامي اعيش وانا لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه تعلو على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين لاسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وثارات لإسلامي تعايشني تغزيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من أعين الشهداء يستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيطربني ويشقيني أماما يا دروب الخلد شديه وشديني أماما يا مخاض النار يا درب القرابين صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت على ربواتح الطين وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني. وقصيدة أخرى على لسان أهل فلسطين أعيرونا مدافعكم
ليوم لا مدامعكم أعيرونا وظلوا في مواقعكم بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم مصارعنا مصارعكم إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم يشق صراخنا اللافاق من وجع فأين ترى مسامعكم ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا فهل أنتم وهل هن أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا أيعجبكم مضاضعنا أيسعدكم إذا جعنا وما معنا بأن قلوبكم معنا لنا نسب بكم والله فوق حدود هذه الأرض يرفعنا وإن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا معاذ الله إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم أليس مظلة التوحيد تجمعنا أليس مظلة التوحيد تجمعنا أخي في الله أخبرني متى تغضب إذا انتهكت محارمنا إذا نسفت معالمنا ولم تغضب إذا قتلت شامتنا إذا ديست كرامتنا إذا قامت قيامتنا ولم تغضب أعيرونا ولو شبرا نمر عليه للأقصى أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن نمحى فأخبرني متى تغضب إذا نهبت مواردنا إذا نكبت معاهدنا إذا هدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب فأخبرني متى تغضب عدوي أو عدوك يهتك الأعراض يعبس في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب رأيت هناك أهوالا رأيت الدم شلالا عجائز شيعت للموت أطفالا رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب وتجلس كالدمى الخرساء بطنك يملأ المكتب تبيت تقدس الأرقام والدولار فوق ملفها تنكب رأيك الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب إذا لم يحيي فيك الثأر ما نلقى فلا تتعب فلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبا فهش أرنب ومت أرنب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بارك الله للعريس بارك له وبارك عليه وجمع بينهما في خير على اليمن والبركة وعلى خير طائر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فكم كنت أتمنى من أعماق أعماق قلبي أن يكون عرسنا هذا في المسجد الأقصى في البقعة المباركة في المكان الطاهر الذي دنسه أعداء الله وأعداء الرسل والأنبياء كم كنت أتمنى أن تكون هذه الأنشودة في باحة المسجد الأقصى تسمعها الدنيا بأسرها
وإن كان هناك من ربط بين هذه الدموع ومن ربط بين هذه الآلام والنكبات التي تكاثرت على أمة الإسلام، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وإن كان من ربط بين هذه النكبات التي حلت بدارنا كأنها لم تجد غير ديارنا دارا وغير مسكننا سكنا، حتى كأننا نحكي قول الأول: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. أو نحكي معكم قول حافظ إبراهيم وهو يقول: لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع من مآقينا، كنا قلادة جيد الدهر فانفرقت وفي يمين العلا كنا رياحينا، والأرض لو أنها كانت مسيرة لرجم من كان يبدو من أعادينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا، فإنها ستكون انطلاقة بعد ذلك وعودة بعد هذه النومة، عودة إلى الله تبارك وتعالى وانطلاقة لهؤلاء المجددين وهؤلاء المجاهدين في سبيل الله تعالى، وهؤلاء القتلى الذين يتساقطون في ربى جبليا وفي ربوع غزة، إنما يحيون الذكرى الأولى لمن ماتوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ويحيون الأمة بمماتهم، وربما تحيا الأمم بممات بعض الناس، فسيأتي فرج الله تبارك وتعالى وسيأتي نصر الله تبارك وتعالى، حتى ولو تأخر قليلا ولكننا نرقبه من عالم الغيب من خلال هؤلاء الموتى وهؤلاء الشهداء. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر، سهرنا وفكرنا وشابت دموعنا وشابت ليالينا وما كنت تحضر، رفيقي صلاح الدين هل لك عودة فإن جنود الروم تنهى وتأمر، شعوبك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون يافا يابس في حقوله فهل شجر في قبضة الظلم يثمر، سيعود للإسلام مجده وسيعود للإسلام تاريخه بشرط أن نقدم لأنفسنا لله تبارك وتعالى، وأن نبيع أنفسنا لله الواحد القهار، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يومها ويومها فقط يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى، ويخرج عنترة في ثوبه الإسلامي القشيب، والذي تمناه هذا الشاعر عندما قال: ما بين مؤتمر ومؤتمر نرى شبحا، يعبر عن خيال مبهم، والتوصيات تنام فوق رفوفها نوم الفقير أمام باب الأشأم، أأبى الفوارس صوت عبلة لم يزل فينا ينادي ويك عنتر أقدمي، أأبى الفوارس وجه عبلة لم يزل شاحبا وأمام خيمتها حبائل مجرمي، لو أبصرت عيناك إسلامنا لو أبصرت عيناك سحب الهدى ورأيت ما يجري في دار الأرقم، لو أن عينك أبصرت إسلامنا لخرجت من كهف الظلام المعتم، وحملت عبلة والحجاب يزيدها شرفا وأطفأت اللظى من زمزم، ولقد ذكرتك في خيالي والوغى يشتد حين كررت غير مذمم، فأدرت دولاب الأمان أن أرى في قومنا وجه الشجاع المقدم، لكن دولاب الأمان لم يدر إلا بصورة خائف متوهم، كم فارس من قومنا لما رأى لهب الرصاص أدار مقلة غيلم، يا أمة الإسلام هل لك فارس يغشى الوغى ويعف عند المغنم، مع شيخ مفضال أتانا من ضاحية الغرب، مع الشيخ سعيد السواح، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فابتداء نهني أخي وحبيبي الشيخ محمود عبد الحميد على عقد نكاح ابنته، ونهني العروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه هي الآية التي افتتح بها فضيلة الشيخ سيد العفاني حفظه الله الكلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما من مسلم إلا ويتمنى أن يعقد هذه الصفقة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى بيّن لنا أن هناك مقومات، هناك صفات ينبغي لمن أراد أن يبيع ويشتري مع ربي سبحانه وتعالى أن يشتمل عليها. لذلك أتت الآية التالية: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه صفات كما ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى ينبغي لمن أراد أن يبيع ويشتري مع ربي سبحانه وتعالى أن يشتمل على ذلك. العوض كما ذكر الله عز وجل الجنة، وهي مبتغى كل إنسان مسلم أن يصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ونحن في حاجة ماسة أن نتعلم ونتعامل ونتفاعل مع كتاب الله تعالى ومع آيات القرآن. فكلنا يقول أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، فكان ذلك الاهتمام البالغ باللفظ دون المعنى. ونحن نحتاج أن نتأثر ونتفاعل مع القرآن، خاصة وجرت العادة أن أمثال هذه المناسبات تفتتح دوما بآيات من كلام الرب سبحانه وتعالى، وكأنها فقرة من الفقرات، ولعلنا لم ننتبه إلى المعاني التي اشتملت عليها الآيات. والمؤمن ينبغي أن يتأثر بكلام رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما بيّن وذكر عن عباده وذكر عن صفاتهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. معنى الكلام أننا لابد أن نفهم ونتدبر المعنى ونتفاعل بعد ذلك مع الآيات. كما نقول أن القرآن هو الذي يقود الإنسان ويرشد، هو دليل الإنسان في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، فكان لزاما أن نتعلم كيف نتفاعل ونتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتأتى بحفظ القرآن بعيدا عن المعنى، ولكن ينبغي أن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو صب الإنسان الاهتمام على هذه الآيات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآيات، فعند ذلك لو مكث الإنسان وظل الإنسان حتى يسعى لكي يحقق هذه الصفات في نفسه لكانت كفيلة أن تقود ذلك الإنسان إلى الجنة التي باع واشترى مع رب سبحانه وتعالى على أساس أن تكون هي العوض. ونحن بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فينبغي أن نتأثر بالقرآن، وينبغي أن يظهر أثر ذلك القرآن في سلوكياتنا. فلا ضابط لأقوال الإنسان ولا لأفعال الإنسان إلا من خلال كلام الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الأولياء، بل كيف كان الأنبياء يتأثرون بكلام ربهم سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ده القرآن كيف يتأثر به المؤمن، وكيف مع كل آية يرقى في سلم العبودية والإيمان. كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان، حققوا ذلك الإيمان في نفوسهم، ثم ترجم ذلك من خلال الأفعال، ثم ترجم ذلك من خلال الأفعال. حال المؤمن يتأثر بكلام رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما بين وكما ذكر سبحانه وتعالى في سورة مريم، بعد ما ذكر سبحانه وتعالى العديد من الأنبياء ابتداء من زكريا حتى إدريس، فختمت الآيات أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. علامة على الخضوع والاستسلام والانقياد للرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أثنى ومدح هؤلاء، كيف يستقبلون تلك الآيات وكيف يستمعون إلى القرآن؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا معيار، هذا معيار من خلال نقيس ما نحن عليه في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. تنظر إلى هذا التأثر، هل تأثر ذلك القلب؟ هل تأثرت فعلا هذه الجوارح؟ أم أننا نقرأ القرآن دون أن نتدبر؟ وكما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فلابد من فتح ذلك الغلط وهذا القفل الذي على القلب حتى نستمتع بكلام الرب سبحانه وتعالى وحتى نتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من حال الجن الذين كانوا يستمعون أو كانوا قد استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، كيف تأثروا، كيف تأثرت الجن عندما استمعوا إلى هذه التلاوات التي كان يتلو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انظر الجن استمعوا إلى بعض هذه الآيات التي كان يتلو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولكن انظر كيف ترجموا ذلك الاستماع بعدما تدبروا في هذه الآيات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف علموا أن هذا هو الحق الذي أتى به موسى عليه السلام، وكيف علموا أن ذلك القرآن يهدي فعلا إلى الرشد ويهدي إلى طريق مستقيم. صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، هذا هو المطلوب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأصول الإيمان، الإيمان بهذا القرآن أنه كلام الرب سبحانه وتعالى وهو مرشد ودليل الإنسان في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن نتعامل مع القرآن بالقراءة أو حفظ الألفاظ دون الوقوف على المعاني، ولكن ينبغي أن نتعلم معاني تلك الآيات، وينبغي أن نتفاعل مع الآيات، وينبغي أيضا أن يكون منهج الإنسان في التعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى هو أن نحول هذه الآيات إلى واقع تطبيقي في حياتنا، كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حقيقة الإيمان كما يصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول لو أخذ الإنسان هذه الآية
وبالتالي يصب كل الاهتمام على تحقيقها، لكانت كفيلة أن تقود ذلك الإنسان إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى الجنة التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنعم نحن نحتاج إلى أن نعيش مع القرآن وأن نعيش بالقرآن وأن نقيم أحكام وحدود القرآن وأن نكون ترجمة عملية لأوامر القرآن. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قرآنا يدب على ظهر الأرض ويترجمون أوامره إلى أفعال يهدونها لهؤلاء العباد، يهدونهم إلى معالم الطريق ويهدونهم إلى الحق القويم والطريق المستقيم. يسمع أعرجهم هذه الآيات: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فيقول: والله لا طأن بعرجتي هذه الجنة. ويسمع قاصيهم ودانيهم هذه الآيات التي تتحدث عن الإيمان فيشحذه ذلك إلى العمل للرحيم الرحمن. وهكذا يترجمون هذا القرآن ويكونون قرآنا يدب على ظهر الأرض. وابن عباس يحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، لقرب ملازمته من أخلاق القرآن لقرب حياته مع القرآن يزداد تأثرا ويزداد عملا ويزداد عمله بركة. مع كلمة شيخنا الفاضل المفضال الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير. كثرة بتسأل عن الموضوعات التي نتحدث فيها في هذه الآونة، ما هي الموضوعات التي نتطرق إليها خصوصا بعد حدث غزة وهذه الانتقالة، وما زالت التداعيات يعني تستدعي التبيين والتوضيح والحديث في المسائل الشرعية ودلالة الخلق على الحق، فبتكثر الأسئلة والمعاناة في ذلك. يعني في مخطبة الناس أنت ما تحتاج أبدا لأن تتعنى، وإلا في الحدث كما يقولون يفرض نفسه عن زواج وغير زواج، يتم الحديث والكلام عن أحكامه والأمور المتعلقة به، والعنوان الكبير هو الزواج. ونفس القضية فيما يتعلق بالساحة وما هي الموضوعات التي نتطرق لها ونتحدث فيها، ليكن العنوان الكبير هو الأحداث أو كلمة غزة مثلا، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل والتي أحيانا تذكرها أنت في معرض حديث واحد خطبة واحدة، لن تعدم أبدا أن تنتقل من الإجمال إلى التفصيل. وهذا وارد في تأليف الكتاب والخطبة والدرس، عنوان كبير ثم تحته تفاصيل كثيرة وعديدة. ونفس القضية، وإلا فما الذي يمنعك من الحديث والكلام تفصيلا عن آداب الدعاء؟ مسألة مهمة جدا وسلاح المؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نصوص شرعية كثيرة، أقوال أهل العلم، شروط مثلا إجابة الدعاء، مسائل كثيرة جدا. كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة مع الشبهات المطروحة على الموضوع. أحيانا البعض يقول: ندعو ولا يستجاب لنا، هل هذا واقع أم أنه قد يستجاب وقد تعجل الإجابة وقد تؤجل وقد يستدفع عن العبد من الشر والسوء بمثل؟ وحتى إن لم يستجب لك لا تلومن إلا نفسك،
لا تلومنا، وإلا فلا تشكك أبدا في المعاني الشرعية. ما هو البعض لما سأل إبراهيم ابن آدم ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، قال لأنكم قرأتم القرآن ولم تعملوا به، وعرفتم الشيطان مثلا وتابعتموه، وعرفتم الموت ولم تستعدوا. لا، ففي موانع. ما المانع من أن تتحدث تفصيلا في مسألة وقضية مهمة جدا، قضية تعبدية؟ الذي يمنعك من أن تتحدث مثلا عن المنافقين؟ طابور النفاق طابور طويل جدا، تواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين ونحو ذلك. تكلم على النفاق، كانوا يخشونه على أنفسهم دقي وجل، حتى كان حذيفة يتعوذ بالله من خشوع النفاق، فلما قيل وما خشوع النفاق قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. عمر يرى الشاب طأطأ رأسه يقول يا ابن أخي ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. والإمام البخاري أورد الأثر عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفس النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل. تكلم عن طبيعة اليهود، طبيعة القدر ونقض العهد والميثاق، آيات كثيرة وأحاديث شريفة وردت بشأن اليهود، والناس يعيشون في الحدث، ما زالوا يعيشون وتعيش أنت معهم في الحدث. فتكلم عن طبيعة يهود، تكلم عن أسباب النصر، أسباب الهزيمة، ما الذي يمنعك؟ ما هو أنت تنشد نصرا، ما هي الأدوات؟ عدد عتاد مثلا لوثة مادية، أم أنه لابد وأن تتحقق الأمة بمعاني الإيمان؟ تكلم عن التواطؤ الذي يحدث بين الكفر وبين النفاق قديما وحديثا، شواهده كثيرة جدا. تكلم عن طبيعة الأعداء، أعداء الإسلام والمسلمين، وإلا فالعداوة هي التمالؤ والتعاون، ألمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، موضوعات كثيرة جدا. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من أن تتكلم عن طبيعة المنهج؟ وإلا فالبعض أحيانا يتكلم عن حماس وشيعة ونحو ذلك وسفر مشعل لإيران وشبهات أحيانا تضرأ. ما الذي يمنعه من أن تتكلم على المنهج الإيماني الذي ندين به؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وتأصيلات كثيرة لربما وضعها البعض، يقولون مثلا سلفية صوفية سنية البدعة الإضافية، لا إنكار في تأصيلات، تأصيلات لما تشاهد الآن، لما تشاهد الآن انظر. فأنت محتاج لأن تتعرف على الشرع من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى، وضبط للمسائل التفصيلية. أحد الإخوة وأنا قادم يقول لي كثيرا ما نرد كل خير في اتباع من سلف، هل من الممكن يعني أن نضرب أمثلة على ذلك؟ قلت له خذ على سبيل المثال للحصري، وأنا أركب السيارة مسألة التأويل كثرة، يؤولون فعلا آيات الصفات، اليد بمعنى القدرة، الاستواء بمعنى الاستيلاء، النزول بمعنى نزول الأمر. لو أحلت المسألة لقول فلان وعلان هي ما يمكن أن تنحسب فعلا المسألة، وخصوصا علماء لهم رسوخ تكلموا بهذه التأويلات الفاسدة، كيف تحسم المسألة بهوادة شديدة على ضوء المنهج، على ضوء الإجمال الذي تردده؟ قل له هات لي صحابي واحد، صحابي واحد فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، فسر النزول بمعنى نزول الأمر، لن يواجه التحدي ولا يستطيع، لأنه لن يجد واحدا من الصحابة فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. وهذه عقيدة، أليس كذلك؟
عقيدة، أم هي اكتشاف مثلا يكتشف بعد قرون الخيرية الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ ماذا فعلا قاله البعض، ولربما أحالوك لمعاني اللغوية ونحو، فكن راسخا. إذن أنت كما ذكرنا حتى المسائل التفصيلية التي تعرض بين حين وأخ، الشيعة نتواطأ معهم مثلا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم دعي لحلف الفضول وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، ما ربما كانت إعانة مقبولة من شيعة وغير شيعة حتى، وخصوصا مع نفض اليد من المسلمين في غزة وحال الضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، وكان لنصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي. ولكن هل تصبح المسائل سياسية مثلا ميكيافيلية؟ مواقفنا مواقف مبدئية، مواقف عقائدية. منذ اليوم الأول كنا نحذر من عقائد الشيعة، وحتى لو قبلنا الإعمار وغير الإعمار كن حذرا، بمعنى لا تفتح صادرك لعقائد شيعية، هذا من أخطر الأشياء. لهم عقيدة والسحة ما رتاع، اليهود وغير يهود، وأمريكان وغير أمريكان، وشيعة وغير شيعة، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، وبحاجة أنت لأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. هذا لا يهدم طبعا التعاطف مع شعب منكوب ومسلمين يذبحون ونساء وأطفال يقتلون، وقضية فلسطين قضياتك قبل أن تكون قضية حماس وقبل أن تكون قضية فلان وعلان، هذه قضيتك أنت، وخصوصا وقد نفضت يدك من كل البشر، نفضت يدك من الدعوات الموجودة، قلت دعوتنا هذه دعوة حقة، دعوة الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، فارتفع المستوى، ارتفع لمستواها، وبالتالي فقضية فلسطين هي قضياتك، بدلا من الحديث والكلام على حماس والشيعة ونحو ذلك، انفض يدك، ارتفع أنت لمستوى الحدث وانظر ما المطلوب منك في حدث كهذا. قضية فلسطين هي قضيتك، قضية اليهود وحربهم لدين الله هي قضيتك أنت، وأنت صاحب منهج حق، أنت تقول كل خير في اتباع من سلف. لو ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، وبالتالي فأنت بحاجة للتركيز على المنهج. ما زلت صوفية موجودة وعرك كل يوم على رئاسة الصوفية، وعقائد خاربة موجودة وبهائية وغير بهائية، وتقول الحرب عقائدية، تكلم عن مسائل العقيد. ما الذي يمنعه؟ مسألة مهمة جدا، وانتقل من الإدمال للتفصيل، الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. انظر يعني، وعلى صلاة المغرب الأخ يعطيني الورقة، والورقة تتعلق بامتحان أولى إعدادي، أولى إعدادي، حتى تستبين مواضع الأقدام، وأن مسائل الاعتقاد ما زالت من الأهمية بمكان ما تحتمل اكتشافا. مثلا حننتقل إلى غير فرغنا منها، لا أبدا، ما زالت، بل حتى في الامتحانات بتاعة الطالبة يعني في تعبيرات أجنبية للأشياء المهمة، وأن الخطأ فيها قاتل، يقولون خطأ قاتل إذا ما أهملتها، إذا ما تجاهلتها. انظر، ولذلك لابد من تركيز. الورقة تتعلق بالامتحان، أنا أنقل لكم السؤال، السؤال من جملة الأسئلة، اكتب المفهوم الذي تدل عليه العبارات الآتية: إله واحد لا إله غيره، من هو؟ كل سيقول هو الله. بمصطلح الامتحانات وبمصطلح الصح والغلط ترسبون في الامتحان أي الله؟ الولد وكأنه الذي لم يذاكر، الولد الذي لم يذاكر قال إله واحد لا إله غيره هو الله، أخذ صفرا. الله، أما مين إله واحد لا إله غيره؟ خذ عندك
ده الدنيا فيها من الغرائب والعجائب ما لا يخطر على البال. وبالتالي أن تترك الاهتمام بمسائل الاعتقاد هذه إما غفلة أو غيبوبة لا داعي لها. قام أمن حتب الرابع بأول ثورة دينية في تاريخ البشرية ونادى بعبادة إله واحد هو آتون قرص الشمس. الله، الولد الصغير الحدث في أولى إعدادي حيجيب بهذه الإجابة حتى يأخذ صح درجة، ولو أجاب هو الله يأخذ صفر. هذا مشكلة، هذه مشكلة المشاكل، تدريب للأولاد على الكفر بخالق الأرض والسماوات. انظر، وكأن الولد النابه هو الذي يقول الإله الواحد هو آتون قرص الشمس، ده حياخد الدرجة. واعتقد أنه رمز لإله جديد تقرد منه الأشعة وتنتهي بأيد آدمية توزع الخير على الناس في الأرض. انظر، هذا سؤال، هذا سؤال، يعني نصير فراعنة مثلا، نهجر إسلامنا، نهجر ديننا. إن الدين عند الله الإسلام، بل من الخبل الذي خرج به البعض كالعقاد وغير العقاد ومصطفى محمود. ولذلك لابد أن نكون على بصير. البعض قال بتدرج العقيدة، كانوا بيعبدوا الطوطم والوثن والصنم، وبعد ذلك إخناتون أول من نادى بدعوة التوحيد. ده هذا تزييف وهذا إجرام ومغالطة لم يفهموا لا في معاني التاريخ ولا الجغرافيا، فضلا عن معاني العقيدة. وإلا فالبشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم. ولذلك لابد أن نتعرف على معاني التوحيد وأن نشيع مفاهيم الهدى. ما باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يعرف الواقع، واقع مر، واقع تدريب للطالبة منذ نعومة أظفارهم على الكفر بخالق الأرض والسماوات. السؤال الثاني، السؤال بفرعة الامتحان بتاعة التاريخ في أولى إعدادي، أولى إعدادي، إله الحق والصدق من هو؟ من هو إله الحق والصدق؟ فوزير، كلها فوزير، عايز اكتشافات. الولد اللي مش حيذاكر ممكن يكتب الصح، الولد المذاكر ومتقن حيكتب السم والكفر المحض. كيف كان قلب الميت يوضع في ميزان العدالة، وفي الكفة الثانية توضع ريشة تمثل الإله معان، إله الصدق والحق والعدالة، وإن رجحت موازينه ده دلالك على أنه بريء وكان مصيره الجنة، وإن خفت موازينه دل ذلك على أنه شرير وكان مصيره عذاب النار. وبالتالي فالولد المذاكر المتقن اللي هياخد بمصطلح الجمع امتياز أو 100% بمصطلح التلمذة، ده اللي يقول إن إله الحق وغير فرعونية. ولكن لابد من أساس، لابد من أرضية سوية. القرآن نقل لنا عقائد الكفر، ولكن كان ذلك على جهة إبطالها، كان ذلك على جهة إبطالها. ولذلك يقولون ناقل الكفر ليس بكافر إذا كان على جهة إبطال. هل هؤلاء حصنوا الطالبة بمعاني التوحيد؟ قالوا لهم حتى عقائد الفراعنة، ثم ضبطوا المسألة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا للطلبة احذروا، هذه عقائد كفرية وثنية، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. أبدا أبدا، الولد ما يدرس إلا الكفر، وعلى حداثة سن، والمدرس النابه المتقن اللي بيأكل بحرك الجبين هو الذي سينقل له هذه المواد. وتخيل أن يكون روح ناخرة لم يتعلم أمر دين، انتكاسة، انتكاسة شديدة جدا. ولذلك أن تركز أنت على معاني التوحيد مهم جدا، ما المانع؟ منتقل من الإجمال
للتفصيل مسألة مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن فقال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فإذا هم عرفوا الله فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. المسألة كثيرة جدا وعديدة، فيا ليتنا كما ذكرنا يعني نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية، نتعرف على دين الله والواقع الذي نعيشه ونحياه. ما هي الشبهات الموجودة؟ تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها، وإلا في المناسبات كثيرة وعديدة وخطبة ودرس وتأليف كتاب وتقول للآخر هيا بنا نؤمن ساعة فرح وغير الفرح. كما ذكرنا كل ذلك يستثمر في إبلاغ الحق للخلق وتعبيد الدنيا بدين الله. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المنهج عن غيره، فهو لا ينظر إلى هذه الأحداث العارضة على أنها أحداث تمر هكذا، ولكن لها مدلولات ولها تأصيلات. ومسألة نصرة هذا الدين مسألة تهم كل أرباب وأصحاب هذا المنهج، فلا يقومون بمظاهرة مثلا لقضية من القضايا ثم تفتر العزائم بعد ذلك وتقعد الهمم بعد ذلك وتخبو هذه النيران بعد ذلك، ولكن بمنهجيتهم يؤصلون هذه المبادئ ويؤصلون هذه الأركان. وأنا أحدثكم مثلا عن مسألة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت هذه المظاهرات وقامت هذه الهتافات وقامت هذه الإعلانات واللافتات، عندما سبت الدنمارك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسب الغرب نبينا صلى الله عليه وسلم. تحركت الجماهير وتحركت هذه الشعوب، لكن تحركا إعلاميا ولم تتحرك تحركا منهجيا. فأما ما يميز أرباب هذا المنهج أنهم ينصرون هذا الدين طيلة حياتهم من مهدهم إلى لحدهم. وكذا أحداث غزة الأخيرة والتي انطفأت شمعتها يوما بعد يوم في أوساط هؤلاء المتظاهرين ومن أرباب هؤلاء الذين نافقوا بهذه القضية وركبوا الموجة بهذه القضية. لكن منهج أهل السنة والجماعة يعطيك الدلالة الواقعية على هذه الأحداث طيلة حياتك من مبدئك إلى منتهاك، من مهدك إلى لحدك. يعلمك من هو العدو ومن هو الصديق ومن هو الحبيب ومن هو القريب ومن هو البعيد. هذا من أهم ما يميز هذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة والجماعة، والذي يقيس جميع الأمور الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والعقائدية وجميع الأمور يقيسها على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ميزان الاعتدال الذي لا يحيف ولا يظلم أحدا أبدا من الناس، وهو الذي عبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أصحاب هذا المنهج وأن جعلنا من أرباب هذا الطريق، ونحمده تبارك وتعالى أن وفقنا لمن يبين لنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كلمة شيخنا الدكتور محمد إسماعيل فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ بالمباركة والدعاء للعروسين
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وعلى الخير والبركة وعلى خير طائر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي يعزها بالإسلام ويعتز الإسلام بها. ثم أيضا نحيي ونبارك لصاحب هذا الحفل فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، وهو من هو في أدائه الدعوي، وهو من هو في القبول الذي يضع الله سبحانه وتعالى لكلماته ولجهوده في خدمة هذه الدعوة المباركة، فجزاه الله عنا وعن هذه الدعوة خيرا. ثم كنا من قبل أشرنا إلى أنه ينبغي اغتنام مثل هذه المجالس ومثل هذه الأفراح في ذكر بعض الفوائد حتى لو كانت متناثرة، لكن أحسب أن كثير من الناس قد شبعوا أو تشبعوا من الكلام الرتيب في موضوع الزوجية وحقوق الزوجية وصفات الزوجة الصالحة إلى آخر هذا المقرر المكرر. يعني إن شاء الله نحاول أن نغتنم مثل هذه الأفراح بذكر بعض الفوائد حتى لو كانت متناثرة أو بعيدة عن المناسبة. خطر ببالي حديث رسول الله، وأنا يعني أتحرى في أي موضوع أتكلم كفائدة عابرة وسريعة، فحضر يعني الحديث المتفق عليه والذي رواه أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى يفقه يعني يفهمه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقهه في الدين يجب أن يفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الشهير: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. والحديث رواه البخاري. فكلمة دين في قوله يفقهه في الدين تفسيرها نجد في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة مسائل أطلق على مجموعها في نهاية الحديث لفظة الدين: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وإنما سأل جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات يعني الساعة. الذي ينبغي أن نلتفت إليه في معنى هذا الحديث المبارك الشريف أن مدح الفقه في الدين لا يختص بعلم الفروع الظاهر، إذ لا ينبغي أن يحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه إلى اصطلاح متأخر. فتخصيص الفقه في الدين بعلم الفروع الظاهرة هذا اصطلاح متأخر طرأ فيما بعد، لكن أصل الفقه في الدين هو خشية الله تبارك وتعالى، فالعالم هو من يخشى الله، والفقه هو خشية الله بدليل قوله تعالى في سورة الحشر: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فيفهم منه أن العلم الحقيقي هو الخشية. فالفقه في الدين الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يختص بعلم الفروع الظاهر، بل أيضا يشمل كل ما يدخل في كلمة الدين، ومنها علم الأدب الباطن. بل هذا العلم هو أولى، لأنه هو المقصود من العلم، وهو ثمرة تحصيل العلم، ألا وهي تصفية الباطن من العيوب ثم وتخليتها من العيوب ثم تزكيتها وتحليتها بما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قالوا في تعريف هذا العلم: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن، وذاك واجب على المكلف، تحصيله يكون بالمعرف.
يعني وفي هذا إشارة إلى تحري أن يتلقى هذا العلم ما أمكن على يد شيخ معرف يكون قد سلق هذا الطريق قبله وعلم آفاته وسبر أغواره، فيوفر عليه الخوض فيما قد ينقصه أو يخذله أو يعطله عن السعي الحثيث إلى تزكية النفس. إذن هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث، وهي أن المدح في هذا الحديث لا يقتصر على علم الفقه بمعنى علم الفروع الظاهرة كفقه الطهارة والصلاة والمعاملات والأحوال الشخصية ونحو ذلك، وإنما هو يشمل كل أمور الدين، بل أولى الأمور يعني تزكية النفس وتصفيتها من الكدرة. الفائدة الثانية من هذا الحديث الشريف أن في هذا الحديث تفضيل من يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين، وبيان أن ذلك علامة خير، كما جاء في الحديث الآخر: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فمن اجتمع فيه الأمران فهو يعني الفائز. فتفضيل العالم على العابد الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على الكواكب، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فمثل هذا الحديث لا يعني أن العالم المفضل عار عن العلم، وأن العابد المفضل عليه عار عن العلم. فالعالم المفضل الذي هو أفضل لا يعني أنه يقتصر فقط على العلم، وكذلك العابد المفضل عليه لا يعني أنه عار عن العلم، وإنما المراد أن المفضل يغلب يعني علمه على عمله، والمفضل عليه يغلب عمله على علمه. لكن لا يتصور عالم بدون تعبد، ولا يتصور عابد بدون تعلم. فإن العابد بدون علم خاصة علم فروض العينية التي يجب عليه طلب علمها، إنما يكون فاسقا. ولذلك قال بعض العلماء: وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز. فإن من يقصر في طلب العلم المتعين عليه هو أولى بوصف الفاسق من غير ذلك من الأوصاف. وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم لم يني فاسقا يقول العلماء، لأنه يستحق بترك التعلم الواجب وصف الفاسق وليس وصف يعني العابد. فالعابد بدون علم أولى بوصف الفاسق. ولذلك قال بعضهم: وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. إنما الصالح من يقوم بحقوق الله وحقوق العباد. أما الذي يعبد الله على جهل وبدون علم فإنما يفسده أكثر مما يصلحه. إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. إذن لابد حينما نطالع بعض النصوص الشريفة التي فيها تفضيل العالم على العابد، لابد أن نستصحب أن هناك قاسما مشتركا سواء في العلم أو في العبادة في كلا الشخصين. لكن العابد هو عالم غلب عمله أي عبادته على علمه، والعالم غلب على عمله التعليم والإفتاء والتصنيف. آخر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإشارة إلى أنه ينبغي على طالب العلم في أول طلبه أن يمزج العلم بالتعبد،
ولا يقتصر على العلم. لماذا؟ لأنه ليس ثم عمر طويل لا يضمن أن يمتد به العمر، فمن ثم يخشى أن يموت وهو في السبب قبل وصوله للمقصود. المقصود هو العبادة والتزكية، فلا ينبغي أن يجرد نفسه خاصة في بداية طلب العلم لتحصيل المعلومات مع التقصير في العبادات وفي الأعمال، بل يمزج طلب العلم بالعبادة والأذكار والأوراد والنوافل ونحو ذلك، لأنه قد يختربه الأجل قبل أن يحصل المقصود، فلا يليق أن ينشغل بالسبب عن الغاية وهي الاستفادة من هذا العلم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نكرر الدعاء للعروسين: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وعلى خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.